في الحقيقة أنا الليلة جاي واقف قدامكم دار أحكي لكم عن شارع وعن مشوار، لكن شارع ما أي شارع ومشوار برضو ما أي مشوار. أنا جاي أحكي لكم عن شارع سايفينه في الصورة دي، هو اسمه شارع الإسبيتاليا، لكن إحنا هو وسطنا معروف بأنه اسمه شارع الحوادث لأنه فيه حوادث الخرطوم، فيه العيادات، فيه المستشفيات، فيه المعامل، وفيه الصيدليات، وفيه أهم حاجة، الحاجة الممكن خلت المبادرة بتاعتنا دي تبدأ، أهلنا المحتاجين لنا في الشارع، أهلنا ما لاقين يدفعوا حق العلاج، خلى إننا نبدأ المبادرة بتاعتنا ونقدر نساعدهم. أنا حعرف عن نفسي، أنا محمد المتوكل، خريج جامعة السودان علوم حاسوب، أنا متطوع في شارع الحوادث. أنا حجيب قدامكم حتكلم ما كمحمد، أنا حتكلم كشارع الحوادث هسه. أنا حكي لكم على الفكرة، إحنا مساعدة الأطفال وخاصة أطفال السرطان وأمراض الدم بدأت زمان شديد، قبل 7 سنين فعلا بدأت تكون بساعدوا الناس، نعمل لهم أيام ترفيهية عشان نطلع على الأطفال بتاع السرطان من الجو بتاع العلاج الكيماوي، لأنه الطفل بيكون مدبرس فبنحاول نطلعه، لكن ما قد الحاجة دي ما كنا شايفين إنها كافية. ليه؟ لأنه اكتشفنا إن الطفل بتاع السرطان ده بيحتاج لدم كتير وبيحتاج لصفائح دموية كتير، فكان هنا دورنا إننا لازم إحنا نتدخل ونحاول نوفر له الحاجات دي. وفعلا بدأنا إننا ننشر كشباب مع بعض، ما كشارع الحوادث، لسه الفكرة ما كانت جات، اتلمينا وبدأنا نشتغل الحاجات دي وننشر إنه في حوجة بتاع الدم وفي حوجة بتاع الصفائح في الفيسبوك، والناس بدأت تتفاعل معانا، فعلا بدأوا الناس يجوا يتبرعوا للأطفال دين. لكن بقت ما كافية إنه إحنا في بروفايلاتنا الشخصية بس إننا ننشر، ليه؟ لأنه إحنا بقينا مجموعة صغيرة والحالات بدأت تكبر من حوالينا، الناس المحتاجين بدوا يكتروا من حوالينا، إنه ديل كلهم مفروض محتاجين نساعدهم، فكان لازم إننا نتصرف عشان نقدر نساعد الناس ديل. فجاءت الفكرة بتاعت إننا نعمل صفحة بتاعتنا في الفيسبوك وسميناها تيمنا على الشارع اللي إحنا قاعدين فيه وشارع الحوادث. الصفحة هاي فعلا بدت في البداية بسيطة وما كان في تفاعل، لكن إحنا ما انسحبنا، إحنا أصرينا وأصرينا إننا ننشر فيها برضو، وشوية شوية بدت الناس تعرف الصفحة، شوية شوية بدت الناس تتفاعل معانا في الصفحة. إحنا بنشتغل كيف؟ إحنا بنجي وبنشوف الناس المحتاجين. في البداية كان شغلنا بسيط، فما كنا محتاجين إنه نكون منظمين، لكن بعد الحالات كترت احتجنا إننا نكون منظمين، واحتجنا إننا نكون قاعدين 24 ساعة في المستشفى عشان نقدر نوفر الحاجات، لأننا بنؤمن بإنه وين ما وجد طفل محتاج لنا إحنا لازم نكون قاعدين. وفعلاً اتقسمنا في شكل جداول، في شكل ورديات، مع إنه ما في واحد في المتطوعين ده اللي عنده مجال علاقة بالمجال الطبي عفواً، لكن اتقسمنا ورديات بتبدأ من الصباح لحد الساعة 5، وردية من الساعة 5 لحد الساعة 10، وردية من الساعة 10 لحد ثاني يوم الصباح، ديل كلهم بيكونوا قاعدين في المستشفى. بنشتغل كيف؟ بنكون قاعدين، بنمشي بنطلع على العنابر، بنمشي متفقين مع الدكاترة إنه يدونا ريكوستات بتاعة الدم وريكوستات بتاعة الصفائح، ريكوستات بتاعة الأدوية وريكوستات بتاعة الفحوصات. كيف؟ بتاعة الناس المحتاجين، بنعرفهم كيف؟ ديل الدكاترة بيقولوا لنا إنه أهله ما جابوا لهم حاجاتهم، لأنه ما في أبو بيكون شايف ولده عيان راقد وبيده إنه يعمل حاجة ما ممكن يقدمها، إنه يقول له جيب الدواء ما يقدر يمشي يجيبه، هو كون إنه ريكوست قاعد لسه وما قدر يجيبه معناه زول ده بجد محتاج، فإحنا بنشيل الريكوستات، بنمشي نقسمها بيناتنا، بنطلع الحالات الأرجنت دي بنشتغلها طوالي، الحالات اللي بتقدر تستنى بننزلها كحالة ستيتس في الصفحة بتاعتنا في الفيسبوك، الناس بيبدوا يتفاعلوا معانا، بيبدوا يجوا حابين يدفعوا لنا، بيقوموا بيقولوا دارين ارقامنا بتاع تحويل الرصيد عشان يبدوا يرسلوا لنا، لكن احنا
الحاجة خلتنا نكسب المصداقية بتاعتنا ونصل ل 25,000 عضو لحد هسي. إنه إحنا ما بنقبل قروش من زول ولا بنقبل رصيد. إحنا كل اللي بنعمله إنه بنديك رقمنا بنوصف لك إنك تجينا وين. ده مكتبنا خالتهم قسمة ست شاي بسيطة قاعدة في شارع الحوادث، في تقاطع شارع الحوادث مع شارع المكنمر، بنقعد معاها بنعتبره مكتبنا. الدار يجينا بيساعدنا بنقول له مكتبنا يا خالتهم قسمة وبنوصف له الحتة وبيجينا. والمبادرة بتاعتنا دي هي عبارة عن قصص، هي قصص كثيرة. أو حياتنا كلها اللي قضيناها في شارع الحادث دي عبارة عن قصص، في قصص مفرحة وفي قصص محزنة، في قصص بتدفعنا لقدام وفي قصص بتخلينا نتخاذل. أنا ما جاي هنا أحكي لكم القصص المؤلمة اللي مرت بينا، أنا حاجة أحكي لكم عن قصص مفرحة أو قصص أثرت فينا، أثرت فينا شديد. في القصة دي بتاعت فكة حديد، هي طالبة، هي كانت دار تساعدنا لكن ما بتقدر انها تتبرع باكثر من جنيه، فكانت جات في الانبوكس بتاع الصفحه بتاعتنا انها بتتكلم معي انه انا ما حقدر اتبرع باكثر من الجنيه ده لانه حالتي ان انا طالبه وما بقدر اعمل اكثر من كده. فانا قلت لها خلاص انت تعالينا شارع الحادث ادينا له. فقالت انا ما بقدر اجيكم. فانا كمان حنستني شديد انه لا انا لازم اقبل منك الرصيد وابيعه وادخله في الحالات، لكن انا استقللت الجنيه قلت حيعمل شنو؟ ما حيعمل حاجه، ذاته حيجيني وحمشي ابيعه وحينقص منه وما حعمل حاجه. فقمت زي غمعت كده، قمت قلت لها لا، وبيت اتكلم معها تاني في الصفحه وعملت رايح. لكن هي اصرت، هي ما اصرت معي في الصفحه، هي اصرت بينه وبين نفسها انها لازم تساعد. باقي الفكه بتاعت الحديد بتاعت المواصلات كانت بتلمها في كيس او هو صندوق كانت كاتبه فيه شارع الحوادث، وصرت انها تلمها. وفعلا لمت لحد ما وصلت 200 جنيه وجات شارع الحوادث وجات سالت مني انا مخصوص، قالت انا داير الزول اللي كان بيرد عليه في الانبوكس بتاع الصفحه. فقمت مشيت يعني وقفت معها قامت قالت لي تتذكر زمان انا جيتك وقلت لك انا ما بقدر اتبرع باكثر من جنيه وانت قلت لي لا، هذا انا جبت عليك 200 جنيه. وسبحان الله وسبحان الله احنا اليوم ذاك كنا بالضبط ناقص علينا من القروش بتاعتنا بتاعت اليوم ال 200 جنيه دي. سبحان الله. في قصه ثانيه عجبتني شديد برضو حبيت احكيها لكم. يوم كانت الساعه 2:30 بالليل كنا في شارع الحوادث وفجاه في طفل من اطفال السرطان احتاج لصفائح بتاع الدم عشان تنقذ حياته في اللحظة دي. فإحنا كان لازم نتصرف إن نلقى الصفائح، لكن الفصيلة كانت نادرة شوية ففي بنك الدم ما لقيناها. المهم بعد تلفونات كثيرة لقيناها في مستشفى الشرطة، فكان إن لازم نقدر نصل مستشفى الشرطة. ما في أمجاد، كان ما في مواصلات، الساعة 2:30 بالليل دي ما لقينا حاجة في شارع الحوادث. نزلنا مناشدة في الصفحة برضو إنه محتاجين عربية زول يجي يسوقنا، برضو ما لقينا استجابة، وحالة الطفل كانت بتتدهور. فالناس بدون تفكير تهورت عملت حركه انا ممكن اعتبرها متهوره، بس مشينا وقفنا في نص الشارع بتاع الزلط، وقفنا اول عربيه جايه قلنا له احنا ماشيين نجيب صفائح بتاع الدم لطفل محتاج. هو كشحنة السودانيين رحبنا وركبنا فعلا وودانا على اساس انه الزول الراقي جوا ده انه واحد من اهلنا، وانه احنا طبعا حركه طبيعيه ان نوقف الزول واننا نمشي. واحنا ماشيين يعني بدا يحكي وبدا يطمنا انه كده وانه حيبقى كويس وهنا وهو عمره كم وبتاع. فقلنا له والله في الحقيقه احنا ما بنعرفه ولا عارفين عمره كم ذاته، لكن احنا اللي عارفين انه الزول ده محتاج للصفائح بتاعت الدم دي هسه عشان ما يموت. واول حاجه جات في بالنا انه احنا لازم نتهور ونوقف العربيه الواقفه قدامنا دي عشان نمشي نجيب الصفائح. سبحان الله، هو كان الزول ده مغترب وجاي وقرف من البلد دي، قرف بجد، كان المفروض يقعد شهر وكان قعد له 3 يوم وقرف منها وقرف من الحياه اللي فيها وما قال انه حيكون فيها خير. فسبحان الله يعني نظرته اتغيرت من اليوم ذاك، وكان مسافر ولغى السفر بتاعه وتطوع معانا الشهر بتاع الاجازه بتاعته كلها معانا شارع الحوادث. هسه حاجه احكي لكم عن المشوار.
يوم صاحبنا أحمد إدريس ضرب لنا تلفون، قال لنا تعال أنا داير أسوقك معاي مشوار. أنت قلت له مشوار وين؟ قال لي أنت تعال وحتعرف. مشيت له، مشينا لخالتون قسم الجبال، كانت مكتبنا، كانت جاية دوب. هي طبعا أم لي بيشن مريضة عندها فشل كلوي، جاية من الولايات، وعشان بتعمل غسيل للكلى مرتين في الأسبوع كان صعب علينا تسافر وتجي مرتين في الأسبوع، فكان لازم إنها تقعد هنا وما عندها أهل هنا تقعد معهم، فكان لازم تتصرف إنها تسكن وإنها تلقى شغل عشان تعالج طفلتها وكده. وبدأت جابت لها كوبايتين شاي وكافيتيرا عشان تعمل شغل. فأحمد لما عرف بالقصة بتاعتها حب يساعدها لكن بدون ما يجرحها، فقام كلمنا قال لنا تعالوا نشرب شاي. مشينا قعدنا شربنا الشاي، بس لما درنا قمنا حاسب قام قال لنا لا الكوباية بخمسين جنيه، كل زول فيكم حيدفع خمسين جنيه للكوباية. هي عبارة عن تبرع لنا لخالتون قسمة، لكن أدينا التبرع ده بدون ما نجرح فيه أي حاجة، وفعلا ده كان أحلى مشوار وأول فكرة لفكرتنا بتاعت مشوار جوا الروح. كيف ممكن تساعده؟ أي زول ممكن يساعد. أنت ممكن في بيتكم قاعد ممكن تساعدنا، ما إلا جينا. ممكن أنت قاعد في البيت تعمل شير للستيتس بتاع الصفحة يصل لزول يقدر يجينا يدفع لنا. ممكن تجينا بنفسك تساعدنا، احنا قاعدين في شارع الحوادث ال 24 ساعة قاعدين، بنكون قاعدين في شارع الحوادث تقاطع المك نمر إن خالتهم قسمة. ممكن تجينا تقدر تساعد معنا، تقدر تشتغل معنا. ممكن حتى برا السودان تقدر تساعدنا. أنا حاقوم أحكي لكم قصة. يوم برضو احتجنا لصفائح بتاع الدم، أو احتجنا للدم عفوا، برضو فصيلة كانت نادرة أو نيجاتيف، ونزلناها في الصفحة، وجاء واحد من الناس اللي قالوا إنه أنا الشير بتاعي ما حيعمل حاجة، لكن عمل شير للستيتس بتاعنا في الصفحة. قرأ واحد من الفريند بتاع إنه قاعد في كينيا، الزول هناك الفصيلة بتاعت الدم نفس الفصيلة المحتاجين لها، وكان هو من زمان حاب إنه يساعدنا، لكن هو عشان في كينيا وحالته برضو المادية صعبة شوية ما كان قادر بيقدر يرسل لنا، فهو في اللحظة ديك لا قرر هو إنه لازم يساعد. فقام مرق من بيتهم، مشى المستشفى جنبهم في كينيا، مشى تبرع بالقزازة بتاعت الدم، خدتها لنا في حفاظة ورسالها لنا، وصلتنا السودان، وكانت قزازة الدم المحمولة جوا. المبادرة بتاعت شارع الحوادث دي ما أنا ولا الشباب اللي معاي، المبادرة دي إحنا كلنا، ولازم نكون كلنا سوا في المبادرة دي. وفعلا هي المبادرة أصلا أنا لما وقفت قدامكم وقفت عشان أنشر الفكرة بتاعت المبادرة، لأن المبادرة دي بدون ما ننشر الفكرة بتاعتها ممكن تموت في يوم، لأنه أنا مصيري يوم من الأيام أمشي، فهي لازم تصل لأي زول. والحمد لله هسه المبادرة بتاعتنا وصلت الولايات، بقى في مبادرة شارع الحوادث الخرطوم، في شارع الحوادث عطبرة، في شارع الحوادث بورسودان، في شارع الحوادث القضارف، وإن شاء الله حنواصل لحد ما نغطي السودان كله.